الأيام الأخيرة انتشرت إشاعات عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن الانتخابات بالسويد. الرسالة كانت مكتوبة باللغة العربية، طبعاً موجهة للناطقين باللغة العربية. للأسف بعض السياسيين المرشحين للحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب سوسيال ديمقراطنا، ساهموا بنشر هاي الرسالة أو هاي الإشاعة، وكانوا عم بيقولوا انتخبونا ولا تنتخبوا الأحزاب المذكورة بالرسالة المعارضة، لأنه ببرامجهم الانتخابي موجود بعض النقاط من ضمنها طرد اللاجئين، إغلاق المقابر الإسلامية، منع اللحم الحلال، زرع الفتنة بين المسلمين والسويديين. وفي نقطة أنا وقفت عندها كتير، كانت بتقول تلفيق التهم للمسلمين لأخذ أطفالهم منهم. يعني معقول يكون في نقطة بأي برنامج انتخابي بتقول هيك؟ بس الرسالة كلها كانت معمولة ومعجونة ومحبوكة ومطبقة من هون ومن هون مشان تكون هيك مثل كومباكت، مثل تكون شيء متشكل عجينة رهيبة، أنه لما الواحد يقراها يحس أنه بيخاف، بتهددك على وجودك، على لقمة عيشك، وعلى أنه الأهم شيء بحياتك اللي هن أطفالك. لما الإنسان بيخاف يمكن تعمى عيونه، يمكن ما يقدر ياخد قرارات عقلانية، وهي هذا الشيء اللي الرسالة مستهدفته. يلي أنا بدي أقول لك يا، إذا وصلتك هي الرسالة فتجاهلها. على كل حال الأشخاص يلي كانوا قائمين عليها هن الأشخاص بيعتبروا أنه أنت إنسان ما عندك عقل وما بتقدر تفكر بشكل شخصي، ولازم يقولوا لك انتخب الحزب الفلاني ولا تنتخب الحزب الثاني. بالنهاية أنا بدي أقول لك أنه أنت هون إنسان حر وأنت عايش ببلد ديمقراطي، فصوتك جدا مهم، والانتخابات صارت على البواب. فمشان هيك عود قراء كل البرامج الانتخابية للأحزاب الموجودة في حال لسه ما قررت مين بدك تنتخب، وبعدين انتخب الحزب يلي أنت بتلاقيه مناسب، لا الحزب اللي أبوك انتخبه، ولا الحزب اللي زوجتك قالت لك عليه، ولا اللي صديقك خوفك منه، ولا اللي شفته. انتخب أنت الشيء اللي أنت شخصيا بتشوفه مناسب لألك. بتمنى لك كل التوفيق.